ما في يعني العلاج تاعنا الانسولين مثلا، انا مريض سكري باخذ انسولين، ما كان متوفر يعني في السوق، مش باستطعت اني اشتري العلاج هذا انا. الان هي فتحت العياده وجينا نركض من صباح الله، بدري يعني جينا مشان نحصل. والله الحمد لله انه تمت فتح العياده، خدمات مخيم براطه، الوكاله، المدرسه ان شاء الله. بعد معاناه 4 اشهر للاطفال بدون دوام يعني في مخيم براطه، والحمد لله رب العالمين انها زالت هاي الهم، رجعوا داوموا دوام طبيعي، الحمد لله رب العالمين. نشكر كل واحد عمل وسعى وراء فتح العيادات، لانه الوضع المالي والصحي كله تعبان يعني. يعني انا عمري 66 سنه شايفه على العصاه، الي 5 سنين متقاعد، بعاني من شغلات كثيره، وهذا الاشي مش من باب الاستجداء يعني، انما يعني شرح معاناه الناس كيف الواحد.